بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم. هنبدأ مع بعض النهاردة حل أول موديل إكزام في كتاب الوافي فاينل ريفيجن لمادة الكيمستري 2024. أول سؤال: choose the catalyzed activation energy during the forward reaction equals. طيب بص يا سيدي، أولا لازم نكون عارفين إيه الأرقام اللي عندنا. ده الجراف ده بيمثل exothermic reaction. ليه؟ لأن الهيت كونتنت بتاع الرياكتنس اعلى من البرودكتس، والبرودكتس اقل من الرياكتنس. ال 130 دي كميه الاكتيفيشن انرجي للفورورد رياكشن بس من غير الكاتاليست. طيب في وجود الكاتاليست انا عاوز الكيرف ده اللي هو النقط او الخط المتقطع ده. اما ال 180 دي ده الريفرسبل رياكشن بس الكاتالايزد، وال 210 ده الريفرسبل رياكشن بس من غير كاتاليست او ان كاتالايزد. احنا عايزين نحسب بقى الجزئيه دي، بسيطة جدا. هنعمل ايه؟ اول حاجة هجيب الفرق ما بين الكاتالايزد والانكاتالايزد ريفيرسيبل رياكشن اللي هي الجزئية دي. طيب دي كده 210 - 180 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 30 كيلو جول. طيب 30 كيلو جول اللي هي الجزئية دي. طيب انا عندي الفورورد كلها ب 130 اللي هي عبارة عن ال 30 بلس الجزء اللي انا محتاجه. اذا الاكتيفيتد انرجي هتكون 180 - 30 تطلع بكام؟ تطلع ب 100، يبقى الاجابه 100 كيلو جول. نمبر 2، ايون اوف ترانزيشن اليمنت ام بوزيتيف 3 اتس الكترونيك كونفيجريشن فور اس 0 3 2، سو اتس ماكسيمم اوكسيديشن. بص يا سيدي، هو هنا عمل لوز لي 3 الكترونز. منين؟ 2 من الاس وواحد من الدي. يبقى الاليمنت ده اصله هيكون 4s2 3d3. الماكسيمم اوكسيديشن نمبر بيساوي مجموع الكترونز الاس والدي، يعني 2 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 5، وبالتالي هيكون هنا ايكوال 5. نمبر 3، اكوردنج تو ذا فولوينج ايكويشن 4k2cr2o7 هيدينا 4k2cr4 بلس 3o2 بلس 2x. ذا كومباوند اكس از يوزد ان ذا اندستري اوف هل دايز ولا فود بريزرفيشن ولا رابر ولا ليذر تانينج. انا عايز اعرف مين هو الاكس. طيب خلي بالك في الاكويجن ان اللي موجود معانا ده 2x. طيب هعمل ايه؟ هشوف الاتومز اللي موجوده في الرياكتنتس وموجوده في البرودكتس، وهقدر من الفرق بينهم اطلع الاكس. يعني مثلا عندي هنا في الرياكتنتس عندي 4k2، يعني عندي هنا 8k. ال 8k موجودين في الرياكتنتس خرجوا هنا 8k، فاذا البوتاسيوم مش موجود جوه الاكس. الكروميوم هنا 4 تايمز 2، عندي هنا 8 كروميوم، خرج من الكروميوم 4 بس، عند هنا 4 كروميوم، يبقى بقى ان هنا 4 كروميوم مستخبيين جوه الاكس. طيب عندي كام اكسجين؟ 4 تايمز 7 ب 28 اكسجين. خرج منهم كام بقى يا معلم؟ 4 تايمز 4 تطلع 16 او، وهنا عندي 3 تايمز 2 تطلع 6 او، يبقى العدد الكلي 22 اكسجين. طيب باقي كام اكسجين بقى مستخبيين جوه الاكس؟ اعمل ماينس ال 28 ماينس 22 تطلع عند هنا 6 اكسجين. طيب الارقام الموجوده دي 4 كروميوم و6 او، دول ال 2x. يبقى لو عايز اجيب الاكس الواحده هعمل ديفيجن على 2، يبقى يطلع في الاخر Cr2 والO ب 3. Cr2O3 ده كروميوم 3 اوكسيد، طبعا ده يوزد ان ميكينج دايز. طيب السؤال اللي بعده، A transition element from the first transition series. Number of electrons in the last sublevel is equal to the number of sublevels in its atom. So the element is used in dry batteries ولا car springs ولا rubber ولا electric cables. بص يا حبيبي، اولا لازم اكون عارف ان الفيرست ترانزيشن اليمنتس او الفيرست ترانزيشن سيريز اليمنتس بيكون فيها 7 سب ليفلز. ليه؟ بص يا حبيبي كده، 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 وهنا 3d وهقف. 3d ده كده الليفل او السب ليفل اللي بيكون موجود في كل الاليمنتس بتاعه الفيرست ترانزيشن سيريز. طيب دول كام سب ليفل؟ لو عديتهم هتلاقيهم 7، يبقى دي فيها 7. مين الاليمنت السب ليفل الاخير عنده فيه 7 او بينتهي ب 3d7؟ هيكون الكوبالت. طيب الكوبالت بستخدمه فين؟ بستخدمه في الدراي باتريز. يعني الاجابه هتكون ليتر A. Number 5, a transition element X exists in the period number 4 and its oxidation state positive 3
its sublevel D becomes half filled with electrons. Which of the following statement is correct؟ احنا عارفين يا ولاد ان الايرن في الاكسيديشن ستيت بوزيتيف 3 الدي بتاعته بتكون 5. ليه؟ لان الايرن اف اي الكونفيجريشن بتاعه بيكون ايه؟ ار 18 وال 4s 2 3 دي في 6 الكترونز. طيب بوزيتيف 3 يعني خسران 3 الكترونز، هيعمل لهم لوز ازاي؟ بنضحي الاول بالاس وهنشيل الكترون كمان من الدي فينتهي ب 3 دي 6 3 دي 5. يبقى احنا كده بنتكلم على الايرن. هل اكس بوزيتيف 2 از مور ستيبل؟ يا راجل لا طبعا، لان اكس بوزيتيف 3 او ايرن بوزيتيف 3 هو المور ستيبل. اكس اند ام ان هاف ذا سيم ماجنتيك مومنت، الايرن اخره دي 6 لكن المنجنيز اخره دي 5، يبقى ده عنده 5 سنجل الكترونز لكن ده عنده 4 سنجل الكترونز وبالتالي لا يتساووا، يبقى لتر بي غلط. Letter C, X and titanium have the same atomic size. لا طبعا، لان احنا عارفين ان الاتوميك سايز بيكون بيديكريز من الاسكانديوم لحد الكروميوم وبعد كده استيبل من الكروميوم لحد الكبر، وبالتالي الاكس لا يساوي التيتانيوم. يبقى الاختيار هيكون هو letter D، ان الاكس 2O3 is used in paints. ليه؟ لان لونه رد وبستخدمه في صناعه البينتس اللي هو الاف اي 2O3. 6. A transition metal which is good reflector of infrared rays we resistant to corrosion in addition to its non-toxicity thus it binds with it binds efficiently with bones. استنى بقى، مين الاليمنت اللي ذكر اسمه عندنا مع البونز؟ طيب احنا كده بنتكلم على التيتانيوم على طول. Number 7. What is the name of the transition element which is one of its compounds is used to detect for the presence of sugar in urine؟ احنا هنا كلمة sugar جت عندنا في اليوزز بتاعة الكبر في الفيهلينج solution اللي هو بيكون من ضمن solutions أو compounds بتاعة الكبر. Number 8. Or to overcome the problem of weak car chases، يعني عندي ضعف في هياكل السيارات. When driving on unpaved roads، واحنا ماشيين على طريق مكسر. What is the transition element which is added to steel to overcome that problem؟ طبعا عشان اتغلب على المشكله دي محتاج هاردنس مع قوه كبيره جدا، هيكون الفانديوم، لان الفانديوم مع الستيل بيدينا الويز عندها هاي ريزيستنس للكروجن. Number 9. في 9 بقى، the electronic configuration of an ion Y positive 3 for an element exists in the first transition series and group 8 can be all of the following except. Group 8 يا ولاد فيها 3 elements، عندي الايرن والكوبالت والنيكل. طيب الايرن ينتهي بكام؟ ينتهي ب دي 6، بعد كده الكوبالت ينتهي ب دي 7، بعد كده عندي دي 8. طيب لما يعمل لوزنج ل 3 الكترونز، اللوز لل 3 الكترونز طبعا بيكون من ال 4s2 وهشيل الكترون من الدي، وبالتالي الدي هتكون بتنتهي ب 5 او بتنتهي ب 6 او بتنتهي بكام؟ ب 7. وبالتالي مين الايون اللي مش موجود؟ يعني هنا عندي دي 5 شغال، دي 6 شغال، دي 7 شغال، اللي مش موجود اللي هو الدي 8، وبالتالي الاختيار هيبقى الليتر دي. Then which of the following conversions occurred easily under normal conditions؟ easily يا ولاد يبقى هيتحول من حاله less stable لحاله more stable. نبدا الليتر اي. MN2O3 to MNO، المنجنيز هنا بكام؟ ب positive 3 والمنجنيز هنا بكام؟ ب positive 2. عرفت منين؟ الاوب negative 2 يبقى المنجنيز ب positive 2 وهنا الاوب negative 2 تايم 3 تبقى ب نيجاتيف 6، اذا ال MN2 بوزيتيف 6 ديفايدد 2 هيبقى هنا بوزيتيف 3. طيب المنجنيز الكونفيجريشن بتاعه بينتهي ب 4s2 3d5. حلو، يبقى منجنيز بوزيتيف 3 خسران 3 وبالتالي دي عنده فيها 4. طيب هنا عندي المنجنيز بوزيتيف 2 خسران 2 بس وبالتالي الدي بتحتوي على 5. التحول من دي 4 لدي 5 هيكون سهل جدا 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 والمنجنيز هيرحب. ليه؟ لانه هيتحول من حاله ليس ستيبل لحاله مور ستيبل، يبقى الاختيار يطلع الليتر ايه. نمبر 11. The electronic configuration for the ion mean is AR3D5 while the ion is AR3D4. طبعا بص كده في الكونفيجريشن، الكروميوم 4s1 3d5 لو عمل لوز ل 2 الكترونز هنا عشان ده بوزيتيف 2 هيكون الاس فيها 0 والدي فيها كام؟ الدي هيكون فيها 4 وبالتالي مش هيبقى 5، فمش هينفع الليتر ايه.
تعال على الليتر بي اف اي بوزيتيف 3، لسه قايلين ان الايرن بوزيتيف 3 الدي بتاعته هاف فيلد، فينفع اف اي بوزيتيف 3، ولسه قايلين دلوقتي ان الكروميوم بوزيتيف 2 ينتهي بدي 4، يعني الاختيار هيطلع على الليتر بي. 12 the gradual increase in the successive ionization energies for manganese Mn25 indicates ان انا عندي اكتر من ionization potential، ان المنجنيز has several oxidation states. نعم. طيب جرب بقية الاختيارات، ان المنجنيز is brittle metal and in the pure state. والله دي كده physical property ملهاش علاقة بالionization energies. طب letter C manganese doesn't give oxidation state positive 7، لا طبعا ده ال element الوحيد اللي بيدي positive 7. طب letter D manganese 3 ion Mn positive 3 is reduced into manganese 2، هو فعلا ده حقيقي زي ما قلناها في السؤال رقم 10، لكن هنا ده ملوش علاقة بتعدد الاكسديشن ستيتس، او ملوش علاقة ان انا عندي اكتر من ionization energy، يعني عندي ionization energy تتسبب في خروج 2 electron 3 4 5 لحد 7، ده بيؤكد ان المنجنيز عنده several oxidation states. 13 non transition element in which its all compounds are colorless. طبعا عندنا مين؟ احنا كده بنتكلم على الزنك، واشهر استخدام للزنك في الجالفانيزيشن، يبقى الاجابه تبقى ليتر بي يوزد ان جالفانيزيشن اوف ميني ميتلز. طب ليتر ايه ما تنفعش ليه؟ قال لي هنا يوزد في الميك فايترز، ده كده الاسكانديوم، وكمان الاسكانديوم بيكون معاه الالومنيوم، لو فقال لي نون ترانزيشن يبقى هنا هقول عليه الالومنيوم. طيب يوزد از ا كاتاليست in preparation of ammonia by Haber Bosch، طبعا ده الايرن، used in manufacturing of bronze alloy، كده بتتكلم على الكبر. طيب number 14 iron is similar to scandium as their ions are colored. الايرن colored لكن الاسكانديوم مش colored. They have several oxidation states. الايرن عنده 2 و3 وفي حاله بوزيتيف 6 كمان، لكن الاسكانديوم عنده بوزيتيف 3 بس، وبالتالي ليتر بي كمان ما تنفعش. Their compounds are paramagnetic. الايرن الاسكانديوم لا، وبالتالي هيكون الاختيار ليتر دي. Their common oxides is X2O3، لان الايرن 3 هو الموست ستيبل والاسكانديوم ما حلتهوش غير اوكسيديشن ستيت وحيده فريده شريده اللي هي بوزيتيف 3. طيب 15 which of the following graphs represents a strong catalyst in an endothermic. endothermic ده معناه ان الهيت كونتنت بتاعت البرودكتس bigger than the reactant، يعني من الاخر الجراف بيطلع لفوق، تمام؟ الجراف هيطلع لفوق كده، يعني البرودكتس اعلى من الرياكتنتس، وبالتالي هكنسل لتر A وهكنسل لتر B، لان ده endothermic، البرودكتس عندها هيت كونتنت اقل من الرياكتنس. فالاختيار يا سي دي، بس بيقول لي هنا سترونج، سترونج يعني واد جامد قوي قوي قوي، بيقدر يعمل سيفنج لكميه كبيره جدا من الانرجي. اللي في ليتر سي عمل التوفير ده كله، لكن اللي في ليتر دي عمل توفير حبه صغيرين، يبقى الواد الجامد اللي بيوفر كتير، يبقى الاجابه ليتر سي. 16 كوبالت 2 ايون او سي او بوزيتيف 2 از ديفر ذان زنك 2 Zn positive 2 n. Their compounds which contains أو the compound which contains cobalt 2 repel، لا الكوبلت بيكون paramagnetic فريبل لا. طب the compound which contains zinc positive 2 attract to the outer magnet، لا قال انه ده diamagnetic. الزنك positive 2 الدي بتاعته اخرها 10، تمام، لكن الكوبلت اللي الدي بتاعته بيكون اخرها 7. طب ليتر سي زنك بوزيتيف 2 ايون از كالرد، قلنا لا طبعا لان الدي بتاعته كومبليتلي فيلد، وبالتالي الاختيار هيبقى ليتر دي كوبلت 2 ايون از كالرد، لان الدي بتاعته مش مليانه. 17 one pair from the following compounds contains 5 single electrons in the sublevel d. يبقى ده معناه ان اشوف ايه الاكسيديشن ستيت واشوف الدي بتاعته فيها كام. ال Fe2O3 هنا الايرن بوزيتيف 3 هيكون الدي بتاعته فيها 5 الكترونز، وهنا ال MnSO4 المنجنيز هنا بوزيتيف 2، يعني الدي بتاعته برضه بيكون فيها 5. ازاي؟ الكونفيجوريشن بتاع الايرن 4S2 3D6.
هيخسر 3 الكترونز لان الاكسيديشن ستيت بوزيتيف 3، فهيضحي بالاثنين بتوع الاس ويشيل كمان الكترون من الدي، اصبحت الدي 5. المنجنيز بقى 4s2، ده الاخر الكونفيجريشن بتاعه، وال3 دي بيكون فيها 5. طب هو بوزيتيف 2 يعني خسران 2، هنقول للدي مع السلامه، وبالتالي هيبقى لنا 5 الكترونز في ال3 دي، يعني الاختيار يطلع لتر A. ايتين تيتانيوم داي اوكسيد تي اي او 2، الاكسجين بنيجاتيف 2، يبقى هنا عندي الاوتو بنيجاتيف 4، يبقى التيتانيوم بوزيتيف 4. طيب سبيس كومباوند، طبعا هنا لما اجي اعمل له كونفيجريشن اي ار 18 وال 4s فيها 2 وال 3 دي برضه فيها 2، طب بوزيتيف 4 يعني خسران 4 الكترونز، وبالتالي الدي بتاعته بتكون امتي فاضيه، وبالتالي هيكون داي ماجنتيك وهيكون كلر لس. ليه؟ لان هنا البارا ماجنتيك بيكون الدي بتاعته 0 او دي 10، وده متوفر في التيتانيوم بوزيتيف 4، والكلر لس بيكون الدي بتاعته برضو فيها 0. 19 ذا ترانزيشن اليمنت which is used in increasing the intensity of light through football playground has the property of. طب هنا عندي الاليمنت ده عباره عن سكانديوم وعندي اتش جي، طبعا احنا كده هنستبعد الاتش جي لان هو نون ترانزيشن، يبقى انا بتكلم على السكانديوم. اول حاجه، هل هو ليميتد اكزيستنس ان ايرثس كراست؟ اي نعم، لان السكانديوم من عيوبه ان هو موجود بنسبه قليله جدا، وهو اقل اصلا ترانزيشن اليمنت موجود في الايرثس كراست. طيب يبقى هنا الاجابه تبقى ليتر ايه. توني مور ذان هاف ذا اليمنت اوف ذا بريدكت تيبل، معظم او اكتر من النص دي موجوده في المقدمه بتاعه الترانزيشن اليمنتس، موجوده في اول صفحه في الكتاب، ان الترانزيشن اليمنت اليمنتس بتساوي اكتر من نص الميتلز. طب الترانزيشن اليمنتس موجوده فين؟ موجوده في الدي بلوك وموجوده في الاف بلوك، وبالتالي هيكون موجوده في الميدل زي الدي وموجوده في البوتوم زي الاف. سؤال نمبر 21، you have four elements with the following properties. The element A exists in period number 3 والoxidation number بتاعته positive 3 والoxide type بيكون amphoteric. B موجود في period number 4 والoxidation number بتاعه positive 3 وبيكون basic. Letter C موجود في period number 4 والoxidation number positive 2 وبيكون amphoteric. اما letter D موجود في period number 3 والoxidation number 2 بيكون basic. One of the previous elements may be transition. Transition يبقى موجود اي حد موجود في period number 3 هنقول له ما تنفعناش. ليه؟ عشان بداية transition موجودة في period number 4. حلو، يبقى انا كده معايا B ومعايا C. هنا الترانزيشن ميتلز يا اولاد بتكون كلها بيزك. طب يا مستر ليه مش انفوتيريك؟ مش انفوتيريك لان الانفوتيريك اوكسايدز معروفه في التيبل، زي الالومنيوم اوكسايد الاي ال 2 او 3، زي الاس ان او، زي الزد ان او، زي الاس بي 2 او 3، الاوكسايدز ديت معروفه، وبالتالي هنختار ليتر بي. ليه؟ لان هو موجود في البيريد نمبر 4 والاكسيديشن نمبر بتاعه 3 والاكسايد بيكون بيزك. 22 ترانزيشن اليمنت ان ثيرد ترانزيشن سيريز جيف ذا ستيت جريتر ذان اتس جروب، طبعا ده موجود فين؟ ده موجود يا اولاد في جروب 1 بي، اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي عندي الكابر وعندي السيلفر وعندي الاي يو اللي هو الجولد. يبقى هنا مين موجود فيهم؟ هنا الثلاثه موجودين، بس هو بيقول لي في الثيرد سيريز. الثيرد سيريز يبقى انت بتتكلم على الجولد. ليه؟ لان الكبر في السيريز الاولى، السيلفر في السيريز الثانيه، اما الجولد موجود في السيريز الثالثه. 23 وده اخر سؤال في التشوز، which of the following graphs represents the transition between the density of the element within the first transition series and their atomic number. واحنا بنشرح يا اولاد قلنا ان الريليشن بتاعت الدينستي بتكون بالصوره دي، فيها دايركت ريليشن، خلاص كده ملهاش اي علاقه بان في اب نورمال ماس ولا حاجه، لكن هي بتزيد جرادولي كده، وبالتالي هاخد الجراف اللي بيعبر عن الشكل اللي رسمته، يعني الجراف هيكون كده، وبالتالي الاختيار هيبقى ليتر سي. نيجي بقى للسكند اللي هي الاساي كويستشنز. السؤال نمبر 24 بيقول main transition element from the first transition series has maximum magnetic moment in its oxidation state positive 2. positive 2 عنده أكبر magnetic moment، يبقى أنت بتتكلم على المنجنيز، لأن الكونفيجوريشن بتاعه 4s2 و3d5. positive 2 يبقى بالتالي هيعمل losing ل 2 electrons، يعني هيكون عندي ال 3d فيها 5، وبالتالي ده بيكون magnetic moment كبير جدا. طيب what is the electronic configuration of the element in its oxidation state positive 3؟
بص في 3 يعني هنعمل لوز لكام الكترون؟ هنعمل لوز ل 3 الكترونز. بنعملهم ازاي؟ نخسر 2 الكترون من الاس وواحد كمان من الدي، يبقى الكونفيجريشن هيكون ام ان بوزيتيف 2 اي ار 18 فور اس 0 3 دي 4. اخر سؤال بقى 25. تو ترانزيشن اليمنتس اكس اند واي اكزيست ان ذا فورث بيريود اوف ذا بريدكتابل، يعني الفيرست سيريز. قال الالكترونيك كونفيجريشن فور اينز اوف ذيس اليمنتس كومباوند اكس 2 او 3 وال-Y2O3 having 3 single electrons. والله كلمة 3 single electrons دي معناها ان D تحتوي على 3 او D بتحتوي على 7، لان D لو فيه 3 electrons وبالتالي هيكون عنده 3 ampered، وفي نفس الوقت برضو لو عنده 7 electrons هيكون عنده 3 ampered electrons. طيب تعالي نمشي بقى في الاحتمالين. هو هنا بيقول لي ال-X positive 3 وال-Y positive 3. طيب لو انا عندي مثلا فور اكزامبل الاكس بلس 3، لو هفترض ان بيحتوي على 3 الكترونز، طيب لو عاوز ارجعه لاصله ماشي، عايز اعرف مين الاليمنت ده، لما اجي ارجعه لاصله هرجع 3 الكترون، يبقى هنا عندي ال4s وعندي هنا ال3d. المفروض ال4s فيها 0 وال3d فيها 3. تعال نرجع بقى اللوست الكترونز تاني. اللوست الكترونز تاني يعني ايه يا مستر؟ يعني والله ده هيرجع له 2 الكترون وده هيرجع له 1. اصبح الكونفيجريشن هيكون في الاس موجود 2 الكترونز والدي هيكون فيها 4 الكترونز. بس احنا اتفقنا واحنا بنشرح ان مفيش اليمنت او اتوم فيها دي 4، هنعمل ايه؟ هنعمل تعديل تاني، يبقى يكون الاس فيها 1 الكترون لكن ال 3 دي بيحتوي على 5 الكترونز. انت كده بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الكروميوم. طب لو حبينا نتكلم على الواي، الواي بوزيتيف 3 هنفترض بقى ان ده الثاني، ان هي الدي بيكون فيها 7، الكونفيجريشن بتاعه 4s 0 وال3d فيها 7. طب اتفضل بقى ايه، هات لنا الالكترونز المفقوده، زود بقى ال 3 الكترونز تاني، هنحط في السي هنحط في الاس 2 الكترونز، يبقى ال4s فيها 2 وال3d هيرجع لها الكترون زياده وبالتالي هيكون هنا فيها 8. كده بتتكلم على مين؟ بتتكلم على النيكل. اذا الكروميوم مع النيكل الاثنين ترانزيشن اليمنتس، وبالتالي الالوي اللي هيعملوها هتكون ايه؟ هتكون سبستيتيوشنال الالوي. طيب استخداماتها بقى، الهيتنج كويلز. الهيتنج كويلز اصلا مستخدمه في الالكتريك فيرنس.